شو عادة بيبدع الورق، ولكن ترجمته على أرض الواقع في أمامها تحديات كثيرة. مش بسهولة ممكن أنك تتعامل بمشروع، خصوصا مشروع مشاريع الطرق، وهنا عم نحكي عن مشروع إحنا أول مرة بنمر فيه في الأردن كتجربة، يعني ما في عنا تجارب سابقة في مشاريع النقل. هلأ هو المشروع هو كأنه مشروع طريق، ولكن مش بس طريق، وبالإضافة إلى ذلك هي عبارة عن تحسينات. ولسه ترى هذا المشروع بأوله، يعني إحنا عم نحكي على جانب البنية التحتية، ما عم نحكي على الجوانب التشغيلية اللي بتعنى فيها فعلا عملية النقل. هلا الواقع المسار الطريق أو مسار الباص التردد السريع بمر في عقد، هي عقد قبل ما يكون في عنا مشروع، هي مناطق فيها ازدحامات مرورية. فهون صار التحدي الكبير أمام إخواننا في أمانة عمان، كيف التعامل مع مواقع ما بنقدر نغلقها، يجب أن تكون مستمر فتحها أمام المرور، وبنفس الوقت بدك تنجز مشروع. وزي ما تفضلت في صفة سلبية، بمعنى أنه هذا المشروع الذي لن ينتهي، المشروع الفاشل، المشروع البطيء، المشروع اللي مش ممكن رح يصير، هاي بحد ذاتها يعني تركت للأسف صورة سلبية عن مشروع كتير مهم، ومشروع هو بداية لمشاريع إن شاء الله بهمنا تستمر. لأنه إحنا منظومة النقل وصلنا عدد سكان أمانة عمان أو محافظة عمان 4.5 مليون، إذا أضفنا لهم اللي عم بيجوا على عمان من خارج محافظة العاصمة كل يوم في حوالي 1 مليون، ففعلا أنت المدينة عمان عم تتعامل مع 5.5 مليون ساكن أو قاطن في خلال ساعات النهار، بينزل في ساعات الليل. ما فينا أنه نضلنا نستمر في النقل التقليدي، والنقل التقليدي عندنا للأسف هو كمان غير يعني مطابق للمواصفات اللي الإنسان بيكون مرتاح فيها. النقل التقليدي تقصد النقل التقليدي يعني قصدي اللي هي السيرفيس، بقصد التاكسي، بقصد الباصات. حتى الباصات لو كانت يعني حل امبارح، يعني وهذا لازم كمان نضوي على الأشياء الإيجابية، امبارح كان أمانة أو أول امبارح كان إطلاق لمشروع هو حافلات جديدة في لأمانة عمان، 135 حافل على مجموعة خطوط، 239 سيتم إطلاقها حتى عام 2020، وهذا لسه رقم يعني كمان متواضع بهمنا.